بخير يا جماعة الخير. صوتي طيب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. يعلم الله أن اليوم كلنا مسفهلين، يعلم الله اليوم توهزين نفسياتنا، نمنا نوم زين وصحينا بعد نوم تنزينا. أول شيء أشكر الإدارة على هالقرار اللي من مصلحتنا حنا عشان نقدم الشيء اللي يرضيكم. ترى القرار هذا أقسم بمن أحل القسم ريحنا جميعا، قدمنا ريالتي عالي، توزعنا باللوكيشنات، كل شخص قدم اللي عنده. اليوم شفت الجميع انفجر، ليش؟ السبب إيش؟ يعني خلى البث ينتهي الساعة 3. ترى هذا سبب فادنا كثير، شوفوا هو أول يوم وشوف كيف فاد الجميع. الحمد لله، بيض الله وجيكم وجمل الله حالكم يا الإدارة على هالقرار الرائع، ولا تستغربون الإبداع طالما معطينا الراحة الكافية في وقت النوم وفي انتهاء البث. انتهى البث الساعة 3 وبدأ يعني ريالتي عندنا من بعد الظهر، من بعد فاسترة المطبخ لحد الآن شغالين وفي أشياء قوية جاية. فلو نستمر على الرتم هذا أقسم بأن أحل القسم أنه الشخص يقدم كل ما يملك من إبداع وكل ما يملك من نشاط. فهذا الشيء اللي موجود عندنا يعطينا الراحة الكافية نقدم لك كل شيء. أما ما تخلينا مثل الآلة يعني ما يقال 18-16 ساعة في اليوم، هذا تعب. بيض الله وجيهكم. ونسيت أقول لكم، تدرون كم علي؟ علي 3000. الله يسامحك يا أبو سلطان، هذا وجهي إذا مثلت. علي 3000، فهمت؟ أنا خوفي ما تسمعون صوتي. يعطيكم العافية. في الختام وقبل السلام، صلوا على خير الأنام، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد. لن نقول وداعا، اللقاء إن شاء الله إلى ريالتي عالي ويرضيكم جميعا. بالله تشاو. هلا هلا بالحلوين.